دلوقتي تعالوا نروح لمنى مرة تانية علشان نعرف أهم الجولات المرورية وشوارع القاهرة أخبارها إيه دلوقتي. تعالى معايا يا أحمد أنت وبسنت، نروح أنا وأنتوا ليلى ميحمدين نشوف هي موجودة فين ونعرف منها أحوال الشوارع في القاهرة الكبرى. لميا صباح الخير عليك يا لميا، النهاردة في امتحانات ثانوية عامة وفي شبابنا نازلين يمتحنوا، فأنا عايزة أعرف يا ترى الدنيا زحمة، الجو كويس، في اختناقات مرورية، وأنت موجودة فين؟ صباح الخير عليك منى على زمايلي في الاستوديو والساده مشاهدي صباح الخير يا مصر. في اول جوله مروريه لينا، الحقيقه الصوره دايما هي اللي بتتكلم اكتر مني. الشوارع حتى الان فيها سيوله مروريه وتنظيم في حركه سير السيارات وانتشار مروري لسحب اي كثافات. الحقيقه امبارح يمكن كان في بعض الاختناقات المروريه البسيطه تابعناها على مدار الساعه خلال برنامج صباح الخير يا مصر، لكن النهارده زي ما الصوره بتوضح لنا في سيوله مروريه وتنظيم كبير في حركه سير السيارات، وكمان في شارع البحر الاعظم وشارع الهرم اتجاه الجيزه، وكمان طريق الاوتوستراد وكورنيش المعادي والدائري من الكورنيش الاوتوستراد وكمان من مؤسسه الذكاء النفق السلام ومن الكورنيش للمنيب. لو في الاتجاه الاخر بقى في صلاح سالم من كوبري الجلاء للطيران والعكس عند الفردوس اتجاه المطار، كمان في تنظيم في حركه سير السيارات. كوبري اكتوبر من التحرير لرمسيس والعكس من العروبه لرمسيس في انتظام في حركه سير السيارات. كورنيش النيل من اركيديا لوسط البلد كمان دايما يعني فيها تنظيم كبير بنلاحظه. المحور من ناحية لمدان لبنان والعكس في سيوله مروريه، والاوتوستراد من زهراء المعادي للدائري في كمان سيوله مروريه، ومحور صفتي يعني احنا هنطلع دلوقتي محور صفتي في سيوله مروريه كبيره حتى الان. دي كانت جولتنا المروريه الاولى، هنتابع معاكم جولات مروريه اخرى على مدار الساعه. اليكي منها. شكرا ليكي لميا، هنكون موجودين معاكي على مدار الحلقه وعلى مدار الساعه نتابع المرور ونشوف التكتلات المروريه موجوده فين. خلينا على طول نروح لاحمد ولبسنت، اتفضل. شكرا، اشكرك يا منى.